الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أبناءنا طلاب الصف السابع بمدرسة خالد بن أحمد الإعدادية المستقلة للبنين. هذا الصرح التعليمي الشامخ في سماء التربية والتعليم بدوحة الخير، وقد جعلت التميز شعارا لها. نحييكم طلابنا المتميزين المبدعين، ويسعدنا أن نقدم لكم مراجعة وافية لما تم شرحه وتدريسه لمنهج الباقة الأولى في اللغة العربية. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويكتب لكم التوفيق والنجاح والفلاح لتحققوا أمل أمتكم ونهضة وطنكم. ومع أولى أسئلتنا في اللغة العربية بعد نصيحتنا أولا، استعن بالله، ركز جيدا، كن واثقا بنفسك. أولا القراءة. اقرأ النص الآتي قراءة واعية، ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحوادث المرورية، حيث أصبحت تمثل وبشكل كبير هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمع، فهي واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة، ألا وهو العنصر البشري، إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة. ولهذه الظاهرة أسباب كثيرة، منها تجاوز السرعة المسموح بها، وعدم كفاءة السائق، وعدم الانتباه والتركيز منه، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل المركبة، والقيادة في ظروف مناخية صعبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية. كل هذه الأسباب ينتج عنها التلفيات والخسائر في الأرواح والسيارات وإهدار الأموال. ويمكن إيجاد حلول للتقليل والتخفيف من هذه الظاهرة الحوادث المرورية. منها يجب على المهتمين والمختصين في السلامة المرورية وضع القوانين الحازمة لمن يتجاوز في السرعة ويخالف قواعد المرور، وضع اللوحات الإرشادية الدالة على المنعطفات وأماكن التوقف واتجاهات السير. والهدف من هذا كله مكافحة الخطر ودفع الضرر ووقاية المجتمع من أخطار تلك الظاهرة. أولا أحبتي أبناء الطلاب، مع إطلالة بين يدي الأسئلة، هذه الإطلالة تعرفنا بعض المصطلحات. منها الترادف، هو دلالة لفظين أو أكثر على معنى واحد، ومثال ذلك تحدث تكلم. المصطلح الثاني وهو التضاد، ويقصد به دلالة اللفظ على معنيين متقابلين، ومثال ذلك أبيض
أسود. والآن أبناءنا الطلاب مع الأسئلة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. ما الفكرة الرئيسة التي يعبر عنها النص؟ ظاهرة الحوادث المرورية وازديادها، دور الفرد في الحد من الظاهرة، كيفية التقليل من هذه الظاهرة، دور العلماء في الحد من الظاهرة. أستاذي العزيز، من فضلك أعطني فرصة لأفكر في الإجابة الصحيحة. أحسنت، ففي التأني السلامة، فكر ناقش. الآن توصلت إلى الإجابة الصحيحة، وهي ظاهرة الحوادث المرورية وازديادها، إذن هي رقم ألف. أحسن، فعلا هي الإجابة الصحيحة، إنك بحق مبدع. السؤال الثاني، ما العلاقة بين كلمتي التخفيف والتقليل في قول الكاتب إيجاد حلول للتقليل والتخفيف من هذه الظاهرة؟ هل العلاقة بين كلمتي التخفيف والتقليل هو تضاد، ترادف، جناس، أم هو مقابلة؟ أستاذي العزيز، التخفيف بمعنى التقليل، إذن لقد توصلت إلى الإجابة الصحيحة، وهي الترادف. والترادف فعلا، لقد خففت عن نفسك العناء، وإجابتك صحيحة. أحسنت. أما سؤالنا الثالث، يقول لكم أيها الأبناء، أي الكلمات التي تحتها خط تعتبر مضادا لكلمة إهدار في قول الكاتب الخسائر في الأرواح والسيارات وإهدار الأموال؟ مضاد كلمة إهدار هي الإسراف في المال يخرب الاقتصاد، حفظ النعمة يمنع النقمة، حب التفاخر طبيعة بشرية، خسارة النفس أعظم. أستاذي، لقد توصلت إلى معناها بسرعة. المضاد لكلمة إهدار وجدته في الإجابة رقم باء. أحسنت، ألا وهي حفظ النعمة يمنع النقمة. أحسنت، وحفظ الأرواح واجب حث عليه الشرع الحنيف. أما السؤال الرابع، يقول لكم أيها الأبناء الأذكياء، أي من العبارات الآتية يعد من نتائج الحوادث المرورية؟ هل هو الخسائر في الأرواح والممتلكات، السرعة الزائدة، مخالفة القوانين والإرشادات، عدم صيانة الطرق؟ أستاذي العزيز، من فضلك أعطيني فرصة لأرجع إلى النص. أحسنت، فلا بد من الرجوع حتى يتبين لك الصواب. الآن حددت أن من نتائج الحوادث المرورية الخسائر في الأرواح والممتلكات، إذن الإجابة رقم ألف هي الصحيحة. أحسنت، لقد أبدعت في هذا السؤال تحديدا، لأن السؤال يقول لك يعد من النتائج وليس من الأسباب. لقد كنت بحق تلميذا مبدعا أيها الأستاذ الحكيم. السؤال الخامس، أجب من خلال فهمك النص السابق عن السؤال الآتي، أذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الحوادث المرورية. أستاذي العزيز، الآن أرجع إلى النص لأبحث عن هذا المعنى، لقد وجدته في نهاية النص، وهو
تجاوز السرعة المسموح بها وعدم كفاءة السائق وربما يكون عدم الانتباه والتركيز من السائق، نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل، القيادة في ظروف مناخية صعبة. إذن هذه ولا شك من أسباب الحوادث أيها الأبناء الأعزاء. وننتقل بكم الآن لنطوف في بستان اللغة العربية مع الكلمة والجملة والخطاب، وبين يدي الكلمة والجملة والخطاب إطلالة البشوش مع أستاذنا البشوش محمد السيد، فليتفضل. إطلالة لنتعرف من خلالها على بعض المصطلحات وكيف نوظفها. أولا، الفعل المبني للمجهول المعلوم هو الفعل الذي يكون فاعله معلوما أي موجودا في الجملة يا أبنائي. ومثال ذلك: فهم الطالب الدرس، فالفاعل هنا كلمة الطالب لكلمة فهم، والدرس مفعول. الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي يكون فاعله مجهولا أي غير موجود في الجملة. ومثال ذلك: فهم الدرس، حذفنا الفاعل وحل محله المفعول فأصبح نائب فاعل. عند بناء الفعل الماضي للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. عند بناء الفعل المضارع للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. نتأمل هذه الأمثلة في الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول. فالماضي المبني للمعلوم منه أكل، أحسنت، وكسر. المبني للمجهول من كلمة أكل أكيلا، أكيلا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. كلمة كسر كسر ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نأتي إلى الشق الثاني وهو الفعل المضارع. يكرم، يكرم المبني للمجهول منه يكرم، يكرم الفعل المضارع. إذن ما حدث فيه من تغيير يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. تغسل، تغسل تغسل ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أما عن نائب الفاعل فهو اسم حل محل الفعل بعد حذفه وناب عنه فصار مرفوعا أي أخذ حركة الرفع مكان الفاعل. ومثال ذلك: يكرم المدير المتفوقين، هذه جملة مبنية للمعلوم لأن الفاعل فيها معلوم. حذفنا الفاعل فقلنا يكرم يكرم المتفوقون. لاحظ معي التغيير الذي طرأ على الفعل المضارع، ولاحظ أن نائب الفاعل أصبح مرفوعا بالواو لأنه جمع مذكر سالم. المثال التالي: تغسل الأم الأطباق، هذه جملة مبنية للمعلوم. تغسل الأطباق جيدا، حذفنا الفاعل وأتينا بالمفعول كلمة الأطباق لتصبح نائب فاعل، أصبحت مرفوعة لأنها أخذت حركة الرفع مكان الفاعل. أحسنت أبنائي الطلاب. وبعد هذا الشرح الوافي الكافي الضاف الشافي يعود إليكم أستاذكم سامي الشامي ليبدأ الأسئلة التخصصية. ما الكلمة المناسبة لملء الفراغ في الجملة الآتية؟ اختر الإجابة الصحيحة: كتب الدرس بخط جميل،
كتب الدرس بخط جميل، كتب الدرس بخط جميل، كتب الدرس بخط جميل. اختر الإجابة. أستاذي أعطيني فرصة حتى أسترجع معلومات التي حصلت عليها من الإطلالة. الآن لقد توصلت إلى الإجابة وهي كتب الدرس. لماذا اخترت الدرس؟ سو بالضم. لأن نائب الفاعل يأخذ حركة الإعراب وهي الرفع مكان الفاعل. وما أدراني أن هذه الكلمة تعرب نائبا للفاعل. لأننا لو أتينا بفاعل لقلنا كتب محمد الدرس بخط جميل. أحسنت أستاذي، فعلا أجدت وأفضت. السؤال السادس يقول لك: حدد نائب الفاعل في الجملة الآتية: يختار رائد الصف المتفوق. هل نائب الفاعل هو يختار رائد الصف أم هو كلمة المتفوق؟ يختار رائد الصف المتفوق. إذن توصلت إليها وهي كلمة رائد. الإجابة رقم باب وهي الصحيحة. أحسنت، هي بالفعل الإجابة الصحيحة. وننتقل إلى السؤال الثامن، يقول لك: حدد نائب الفاعل في الجملة الآتية: هزم العدو في المعركة. نائب الفاعل في الجملة هو العدو أم هزم أم المعركة أم هو في كلمة في؟ هذه سهلة، لقد توصلت إليها مسرعا وهي كلمة العدو. العدو، قاتل الله العدو، لقد أجبت أيها الصديق. السؤال التاسع، ما الجملة التي تحتوي فعلا مبنيا للمجهول فيما يأتي؟ تفتح مكتبة المدرسة مبكرا، يمارس الطلاب أنشطة مفيدة، يقبل الشباب على العلم بجد ونشاط، يقف الشاهد ليدلي بشهادته. الآن توصلت إليها من خلال فهمي للإطلالة السابقة، فهي الإجابة رقم ألف وهي تفتح مكتبة المدرسة مبكرا، وهذا الفعل فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. أحسنت، والإجابة صحيحة. السؤال العاشر، وضح سبب حذف الفاعل في الجملة الآتية: رفعت السماء بلا عمد. هل لمعرفة بالفاعل أم للجهل بالفاعل أم لاهتمام بالحدث أم هو لإنكار معرفة الفاعل؟ هذه يا أستاذي إجابة سهلة يتوصل إليها بكل سهولة، وهي معرفتنا بالفاعل، وهي الإجابة رقم ألف. أحسن فعلا، ولكني أراك دائما تقول إنها سهلة سهلة، أخشى أن تقع بعد ذلك في أمور، فعليك أن تتريث يا فتى. السؤال بعد ذلك يقول لك: وضح سبب حذف الفاعل في الجملة الآتية: قتل الرجل. هل هو لمعرفة الفاعل فلا حاجة لذكره أم للجهل بالفاعل أم للاهتمام بالحدث بغض النظر عن الفاعل أم لمعرفة الفاعل والخوف عليه؟ أنا لم أعرف القاتل، إذن هو الجهل بالفاعل، الإجابة رقم باء وهي الصحيحة. نعم. السؤال بعد ذلك يقول لكم أيها الأبناء: الفعل المبني للمجهول من الفعل قابل هو قوبل، تقوبل، قبل، تقابل. دعني أفكر. أحسنت، هي الإجابة قوبل، الإجابة رقم ألف، هي بالفعل الإجابة الصحيحة. السؤال بعد ذلك يقول لكم أبنائي: الصيغة الصحيحة المبنية للمجهول للجملة الآتية: فرح الناس فرحا عظيما، هي فرح فرحا عظيما، فرح فرح عظيم،
يفرح فرح عظيم يفرح فرحا عظيما. أستاذي أنا فهمت الدرس يا أستاذي، لأن هذا الفعل فعل ماض يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إذن الإجابة رقم باء وهي الإجابة الصحيحة، فرح فرح عظيم. أحسنت، أسأل الله أن يفرحكم جميعا بالنجاح أيها الأبناء. السؤال بعد ذلك يقول لكم: أبنائي حول الجملة الآتية من المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، انتبه وغير ما يلزم. حبس الحارس الأسد. الآن عند بناء الجملة للمجهول نحذف الفاعل أولا وهي كلمة الحارس، إذن حبس الأسد. أحسنت، جعلك الله أسدا في العلم أيها البطل. السؤال بعد ذلك يقول لكم: أبنائي أعرب ما تحته خط في الجملة الآتية: كرم المجتهدون من مدير المدرسة. الخط تحت كلمة كما ترون المجتهدون. كلمة المجتهدون وهي نائب فاعل، وهي جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. إذن الإعراب لهذه الكلمة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ولماذا قلت إنه نائب للفاعل ولم تقل إنه فاعل؟ لأن الفاعل غير معلوم في الجملة، فحلت كلمة المجتهدون محل الفاعل فأخذت الإعراب. أنت رائع، أحسنت. السؤال بعد ذلك أبنائي مع تتمة لهذا العرض وإطلالة مضيئة حول هذا الباب. إطلالة نتعرف من خلالها على الفعل اللازم والمتعدي. فالفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ويتم المعنى عنده، ومثال ذلك استيقظ النائم، فتم المعنى بمجرد ذكر الفاعل. أما الفعل المتعدي فهو الذي يتخطى الفاعل وينصب مفعولا ليتم المعنى، ومثال ذلك اشترى التاجر التمر، فكلمة اشترى فعل متعدي احتاجت إلى منصوب ليتم المعنى. لو أننا قلنا اشترى التاجر ماذا اشترى، احتاج هذا الفعل إلى مفعول ليتم المعنى فكانت كلمة التمر. الآن تطبيق عملي لهذه الإطلالة: ما الجملة التي تحتوي فعلا لازما فيما يأتي؟ سمع المصلون صوت المؤذن، سلم المدير الجوائز، اجتهد الطالب في دراسته، خلق الله الإنسان. هذا سؤال سهل لأنني فهمت هذه الإطلالة البسيطة، فالفعل لم يحتاج إلى مفعول فتم المعنى عند الإجابة رقم جيم، فكانت هي الصحيحة. أحسنت، طالما أن الفعل لم يحتج إلى مفعول فيكون فعلا لازما. السؤال بعد ذلك يقول: ما الجملة التي تحتوي فعلا لازما فيما يأتي؟ قرأ القرآن طالب موهوب في الإذاعة المدرسية، أعجبني حرص الطلاب على العلم، صمم المهندس رسما هندسيا رائعا، رجع الحق إلى صاحبه بعد عناء. توصلت إلى الإجابة فهي الإجابة رقم دال، لأن الفعل رجع فعل لازم اكتفى بمرفوعه وتم المعنى، فقلنا رجع الحق. كل مرة تقول اكتفى بمرفوعه، ما معنى اكتفى بمرفوعه أستاذي؟
أي أن المعنى قد تم عند ذكر فاعله. سند السؤال بعد ذلك يقول لكم أبنائي: ما الجملة التي تحتوي فعلا لازما فيما يأتي؟ نزل المطر بغزارة، نزل الله المطر، أنزل الله المطر، كست الخضرة الحديقة. الإجابة واضحة، فالإجابة رقم ألف: نزل المطر بغزارة، فهذا الفعل اكتفى بمرفوعه وتم عنده المعنى. أحسنت، وإجابتك فعلا إجابة صحيحة. السؤال يقول لكم: ما الجملة التي تحتوي فعلا متعديا فيما يأتي؟ أوقد الغلام النار، هبت العاصفة في الليل، نام الطفل في الفراش، جلس الضيف في المجلس. الجملة التي تشتمل على فعل متعد احتاج إلى منصوبه، الجملة الوحيدة فرقم ألف هي الإجابة الصحيحة، فالفعل أوقد تخطى الفاعل ورفع ونصب مفعول وهي كلمة النوع. أحسنت، 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 إجابة صحيحة موفقة. ما الجملة التي تحتوي فعلا متعديا أيضا فيما يأتي؟ ترحب قطر بالزائرين على اختلاف جنسياتهم، يستعين المؤمن بربه في قضاء حوائجه، يبارك الله في العمل ما دام مخلصا له، كرمت الدولة أبناءها المبدعين. الجملة رقم د، وهي التي تشتمل على فعل متعد، الفعل كرم، كرمت الدولة أبناءها، فكلمة أبناء مفعول به منصوب لكلمة كرم. إذن الإجابة الصحيحة توصلت إليها وهي رقم د، وهي كرمت الدولة أبناءها المبدعين. أين المفعول به هنا؟ كلمة أبناء. أحسنت، إجابة صحيحة. والآن أيها الأبناء، مع فرع شيق من فروع اللغة العربية ألا وهو الكتابة. الكتابة كلنا يهواها ويحب الكتابة والتأليف والإبداع، لأن لغتنا العربية لغة خالدة متجددة، ولكي أكتب موضوعا متكاملا أحصل على درجة وافية كاملة فيه، ينبغي أن أراعي فيه عدة سمات ألتزمها. أولا، ينبغي أن نقرأ النص الموضوع قراءة بدقة مع تحديد معطيات الموضوع والمطلوب. تشكيل موضوع، انتبه، من مقدمة وعرض وخاتمة مناسبة لنص الموضوع. طرح الأفكار العامة بدقة للموضوع، ثم ينبغي أن تراعي جيدا ترتيب هذه الأفكار مع اعتماد مبدأ التسلسل، وهو الانتقال من فكرة عامة إلى فكرة جزئية. فمثلا، لا يمكن الحديث عن مشاكل البطالة قبل الحديث عن تعريفها والحلول لهذه الظاهرة. كذلك الربط بين هذه الأفكار كالقول: أولا، ثانيا، ثالثا، وهكذا. ثم يجب أن تربط بأدوات الربط كأدوات العطف، ثم واو، فاء، أو، وحسن استغلال حروف الجر من وفي، وعدم وضع هذه الأدوات من أجل وضعها فقط أو حشوها. إذا أستاذي، يتطلب مني قراءة رأس السؤال جيدا. أحسنت. حتى أفهم كل معنى كل كلمة فيه. لقد أصبحت ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس ظاهرة منتشرة،
في الفترة الأخيرة تكاد تشمل مدارس كثيرة، وقد شغل تفسير هذه الظاهرة الكثير من المربين والتربويين، ومردها السيء على الأبناء ومستواهم الأكاديمي. إذن الظاهرة التي يجب أن أكتب فيها هي ظاهرة تسرب الطلاب. أحتاج إلى مقدمة. أحسن. من خلال قراءتي وإمعان النظر في العبارات الموجودة أستطيع أن أصيغ مقدمة جيدة. أحسنت. إذا المقدمة تكون تمهيدا للموضوع بتعريف تلك الظاهرة أو على هيئة سؤال. كذلك بعد المقدمة ينبغي أن يأتي العرض، والعرض يكون بذكر أسباب انتشار هذه الظاهرة بالإضافة إلى ما يترتب عليها من نتائج. إذا مطلوب مني أن أرجع إلى رأس السؤال مرة ثانية وإلى ما كتب حتى أستنتج بعض الأسباب، وأفكر طويلا حتى أحصل على أسباب ونتائج هذه الظاهرة. أحسن. ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة وتكون حلول لهذه الظاهرة. الخاتمة هي حلول لهذه الظاهرة. أستاذ الجليل، قسمنا الآن الموضوع النص التفسيري إلى مقدمة وعرض وخاتمة. ربما يكون النص معلوماتي لدينا، فماذا نكتب فيه؟ طلب مني كتابة فقرة هي عبارة عن مجموعة من المعلومات أحصل عليها من خلال قراءتي المتأنية للفقرة. نعم. مع توظيف علامات الترقيم وأدوات الربط في الموضوعين. نعم. أحسنت. لقد أضفت إضافة كبيرة جميلة. والآن أيها الأبناء نصل إلى ختام مادتنا التعليمية، ويسعدنا أن نقدم لكم بعض الوصايا. أولا، وأنت في قاعة الامتحان لا تنسى اللجوء إلى الله والتوكل عليه، وإذا استصعب عليك أمر فقل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أيها الأبناء وفقكم الله، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، وباسم قسم اللغة العربية نسأل الله لكم التوفيق والسداد. وقد قام بإعداد هذه المادة العلمية قسم اللغة العربية بمدرسة خالد بن أحمد الإعدادية المستقلة تحت إشراف أساتذة الأفاضل الأستاذ محمد سعد والأستاذ محمد السيد، ومحدثكم الأستاذ سامي الشامي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.